يقول أسأل عن إغماض العينين في الصلاة، ما حكمه؟ ذكر أهل العلم أن إغماض العينين في الصلاة مكروه، والمشروع أن يكون الإنسان فاتح العينين وأن ينظر إلى محل سجوده، إلا أن يكون هناك سبب لتغميض العينين، مثل أن يكون أمامه مرايا تشغله، فلا حرج عليه أن يغمض عينيه. والمرايا التي تشغله مثل أن يكون حوله صبيان يلعبون، فلو فتح عينيه لوقع نظره عليهم واشتغل بهم، فحينئذ لا بأس أن يغمض عينيه. فالقاعدة إذن أن تغميض العينين مكروه، لكن إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك لم يكن مكروها. نعم.